مرحبا بحضراتكم في هذه الفقرة، والفقرة دي يعني بجد من الفقرات اللي أنا بحبها جدا، لأن مش الواحد بس بيستضيف أبطال في رياضة ما، لأ كمان بتستضيفهم وبتعرف منهم كواليس يعني الرحلة للبطولة والتحديات اللي هم بيواجهوها، وحقيقي بنتعلم منهم. خليني أرحب وهم اللي يحكوا لنا، يعني ضيوفنا هم اللي يحكوا لنا بنفسهم هذه الرحلة اللي بجد الواحد لما بيقعد كده ويسمع بيقول ان يعني هو انا ازاي اوقات بحس ان انا مش قادر احقق حاجه انا عايزها، وانا ازاي اوقات بضغط او بشك اصلا ان انا ممكن يكون ربنا مديني نعم كتيره جدا. يعني بجد ابطال قدروا ان هم يتحدوا ظروف استثنائيه ويحققوا ميداليات ويرفعوا اسم مصر زي ما بنقول. خلينا نرحب بمحمد سعودي، وهو شهير بكيمو، معرفش ازاي بس هنعرف منك، لاعب منتخب القاهره لكره القدم لقصار القامه، واحمد ايوب بطل الرمح ورمي الجله لقصار القامه ايضا. صباح الفل عليك. صباح الفل بجد والله. انا يعني انا وغيري كتير جدا مبسوطين بيكم قوي. وقبل ما نخش في تفاصيل يعني الرياضه لازم نعرف عنكم اول، نبدا بكيمو. انا عايز اسالك اصلا ليه كيمو؟ يعني محمد سعودي وبقى كيمو ازاي؟ انا اسمي الحقيقي محمد سعودي، بس من ساعه ما اتولدت عندي في البلد مشهور بكيمو، يعني كل مشهور يعني بيقولوا لي كريم بس مشهور بكيمو على طول. يعني كنت هتتسمى كريم بس سموك لا محمد؟ لا لا سميت محمد بس يعني هم هيطلع عليا كريم ما فيش مشكله. طيب كيمو انت الاول انت عندك كام سنه؟ انا عندي 24. 24 سنه درست اتخرجت من جامعه؟ واخد دبلوم تجاره. كويس جدا، احكي لنا من معلش نرجع لورا شويه، بدايتك كانت ازاي؟ فكره ان انا قررت عايز امارس رياضه، طب اشمعنى هذه الرياضه تحديدا؟ مين اللي كان بيشجعك؟ انا اللي كان بيشجعني الرياضه على طول والدي الله يرحمه، كان هو اللي دافع ان انا كنت بتفرج معاه على طول على ماتشات. انا من وانا عندي 9 سنين كنت ما يعني اتغريت بكره القدم، كنت بتفرج على النادي الاهلي وعجبت بالنادي الاهلي طبعا وحبيته، فمن ساعتها من ساعتها وانا عندي 9 سنين بحب الكوره، عايز اطلع يعني كنت بتمنى ان اطلع لعيب لحد ما ربنا حقق امنيتي يعني وبقيت في منتخب القاهره لقصار القامه دلوقتي حاليا. فالحمد لله امنيه حياته حققتها الحمد لله، بس الواحد كان نفسه يعني يبقى حاجه يعني يبقى لعيب كبير يعني في نادي كبير يعني يقدر يعني زي الناس الثانيه نقوم ونلعب فيها، بس الواحد يعني امنيه حياته وصلت الحمد لله. حلو جدا جدا، وهرجع لك تاني يا كيمو لان اكيد الموضوع ما كانش سهل، واكيد كان في لحظات فيها نوع من الاحباط، واكيد في ناس كانت ممكن تكون مش مؤمنه ان انت ممكن تعمل ده، او كانوا بيحاولوا ان هم يحبطوك زي حال اي حد. يعني هرجع معايا في النقطه دي، بس برضو ايوب انا عايزه اسالك نفس السؤال، يعني انت عندك كام سنه ومين اللي شجعك؟ اشمعنى هذه الرياضه؟ وبرضو انت يعني اكتشفت امتى ان انا عايز ابقى بطل ورياضي وغيره؟ خلي الناس تتعرف عليك اكتر. انا عندي 23 سنه بدرس في كليه حقوق جامعه عين شمس. انت زميل. انا اتخرجت من حقوق انجلش برضه. برافو عليك. شرف لينا. وانا اصلا بحب المسرح، فبدات حلو قوي بمثل، وهو اصلا كان حلم حياتي الاولاني يعني، فدخلت المسرح 2016 كده. الاول كنت ببقى خجول جدا و ما كنتش بحب امشي في الشارع، ما كنتش كنتش بتحب تمشي في الشارع؟ كنت بحب اقعد في اوضتي كده مع تليفوني، مع حتى كان عندنا تلفزيون قديم فجبته في الاوضه حطيته وقعدت مع نفسي. ليه يا ايوب؟ يعني ليه كان عندك الاحساس ده؟ كان وقتها مثلا مش حاسس ان الناس متقبله مثلا او متقبلاك؟ يعني يعني اتربيت في حته شعبيه بقى، ف كنا بنواجه حاجات ما كانش في ثقافه لسه يعني للاسف. بالظبط، لحد ما دخلت الجامعه ودخلت المسرح حبيت الموضوع جدا، والمسرح جرأني جدا وبقى حلم حياتي. لحد في 2019 كده كنت ماشي راكب المترو، فكابتن المنتخب بتاعنا كان هو شافني، بس ساعتها ما عرفش يتكلم معايا لان المترو كنت ركبته ومشيت. فانا شفت عن المنتخب وسمعت عنه على النت، فوصلت لرقم الكابتن وكلمته. الاول كنت متردد، يعني كنت متردد، كنت اقول لا خليني في التمثيل، فبعد كده ارجع اقول لا اروح امثل والعب كوره، لحد ما كلمت الكابتن وقلت له خلاص انا جاي، ورحت التمرين وحبيت الموضوع، ودلوقتي بقى عندي حلم التمثيل وكره القدم. برافو عليك والله بجد، ايوه برافو جدا.
شاطر جدا. وعايزه بقى اروح معاكم تفاصيل اكتر عشان برضو الناس اكيد حابه تسمع ده، لان خلي بالك من حاجه، لما حد بيشوف يعني شخص قدر يوصل لحاجه كبيره ورغم صعوبات كتير ممكن تكون واجهته، ده ممكن يكون ملهم ليه. يعني انا نفسي حابه اسمع منكم، يعني قولي يا كيمو مثلا، انت لما قررت انا خلاص عايزه امارس الرياضه دي وعايزه ابقى بطل رياضي، وظروفك او في البيت او والدك يعني الله يرحمه هو كمان كان بيشجع، كل اداك الدفعه الاولى ورحت وقدمت، ولكن اكيد كان في صعوبات، ما كانش الموضوع سهل. خلينا نعرف منك ايه هي بالظبط الصعوبات اللي واجهتك وازاي اتغلبت عليها، برده عملت ايه؟ الصعوبات واجهتني بعد ما خلصت الاعداديه دخلت دبلوم تجاره، فكنت بلعب كره قدم، فعندنا في النادي قدمت في مواليد 97، فروحت النادي وهناك اتمرنت وقدرت اقاوم مع الناس الكبيره، بس لحسن حظ يعني ان انا في النادي ما قدرت يعني ما قدرتش ان انا اكمل، يعني هم قالوا لي مش عشان جسمي وكده، يعني قالوا لي مش هنقدر يعني ناخده، فانا قلت فخلاص برده ما احبطت فعلا ساعتها في الاول، بس بعد كده لا قلت لازم امارس برده ان شاء الله، انا ربنا يريد ان ممكن اكون في حاجه كبيره. فضلت احاول احاول لحد ما ربنا كرمني وتعرفت على منتخب القاهره لكسار القامه، تابعت مع الكابتن ابراهيم مراد على التليفون شخصيا وكلمته وتعرفت عليه، وبعد كده تعرفت على التمرين وفي القاهره، فباجي مقصود انا اصلا من محافظه اسيوط. تحية كبيرة، لأن إيه الجمال ده؟ إيه برافو عليك والله. برافو عليك جدا. أنت حد مرنك في الأول يا أيوب؟ يا كيمو ولا لأ؟ اتمرنت ده هنا، ده في كان في التمرين في القاهرة. لا بس أنت عندك التالنت، عندك الموهبة أصلاً. يعني الحمد لله. ما شاء الله. مهارتني؟ تمام. ففضلت أقاوم لحد ما اتعرفت على الكابتن، وبقيت لحد ما انضميت لمنتخب القاهره لكسار القامه، وباجي مخصوص على طول من اسيوط كل تمرين من محافظه اسيوط. يا يعني انت الموضوع كمان معاك اصرار لدرجه ان انت من محافظه ثانيه، لكن انا اسافر علشان اروح واتمرن. برافو عليك. انا عشان حلم كره القدم، ان حلمي ان انا ابقى العب كبير. الحمد لله لما ربنا كرمني وجيت في المنتخب باجي كل اسبوع التمرين هنا وقت في القاهره، وباجي وبرجع في نفس اليوم. وانت لسه على هذا الوضع ولا؟ الحمد لله موجود في منتخب القاهره لكسار القامه. باجي كل الكابتن لما بيخلينا تمرين كل اسبوع، باجي كل اسبوع التمرين وبرجع تاني في نفس اليوم البلد. ايه اخر البطولات برده عشان الناس تبقى عارفه ان انت شاركت فيها؟ كان عندنا بطوله هنا قريب في اسكندريه مع منتخب اسكندريه ومع منتخب دمياط، وكسبناها الحمد لله منتخب القاهره لكسار القامه، ساعتها انا خدت الهداف وخدت احسن لاعب. لا لا ده احنا معانا بقى نجم كبير. برافو عليك. الحمد لله. برافو عليك ما شاء الله. لا حلو جدا. طيب ايوب خليني برده اسمع منك، على فكره انت فيك يعني وشك فعلا ممكن تبقى فنان، انت مثلت كتير ولا مسرح؟ مثلت مسرح. انا اول ما بدات مسرح وتعلمت مسرح، عملت لغايه دلوقتي حوالي 10 مسرحيات. والله الفنان بيبان، انا كان بجد مش بجاملك والله بجد، يعني عندك قبول ما شاء الله، يعني من ساعه ما شفتك قبل الهوا. وادوار ايه اللي انت مثلتها؟ انا عملت اول دور خالص كنت عامله سعيدي، وكان الدور اللي قبله كنت طالع صامت، كان انما اول دور فعليا اتكلمت فيه كان سعيدي في مسرحيه سينما 30، كان فلاح سوري، كنا فلاحين. اقرب دور لقلبي بقى دور الخواجه جون. عملت دور خواجه كمان؟ كان في تبع استاذ خالد جلال. طبعا مواسم نجوم المسرح الجامعي. وعملت اعلان في 2019 نزل على قنوات الافلام وكده. برافو عليك. فبدات بقى يعني التمثيل بسعى فيه جامد يعني، ولما دخلت الكوره بقى حسيت ان الكوره لا مش هتعطلني عنه، يعني الاول كنت خايف ان الكوره تعطلني عن التمثيل وكده، فلقيت لا الموضوع لطيف جدا يعني، فبدات اسعى في الاثنين. برافو عليك. والناحيه بقى الاخرى اللي هي الرياضه، برضو بتستعد ازاي للبطولات؟ التمرين، الاستعداد، مين اللي بيدربكم؟ هو الاول انا ما كنت عايز اركز في التمثيل وكرة القدم بس الكابتن شجعني قال لي لا انت يجي منك ولعب العاب قوه وجرب. فجربت السنه اللي فاتت لعبت جله، ودخلت لعبت في شهر واحد اللي فات وخدت ثالث على مستوى الجمهوريه. حلو. الكابتن قال لي كمل، انا قلت لك هيجي منك. قلت له لا يا كابتن انا عايز اركز في الكوره وفي التمثيل. فهو يعني ربنا يسهل يا رب.
ان شاء الله تحقق كل اللي تتمناه انت وكيمو. كل شخص فعلا عنده حلم وبيسعى لهذا الحلم وبيتحدى الصعاب اللي بتقابله. انت عارف في ناس بتقف في نص الطريق بس كده انت اللي قضيت على حلمك. يعني مفيش على فكره الصعوبات هي اللي بتحلي الموضوع في الاخر بعد ما بتوصل. احنا كمان احنا بنواجه الحاجات دي كتير قوي يعني. بس هي بتيجي في لحظه كده بيحصل حاجه طفره تخرجنا عن كل دوت وتخلينا يبقى لينا نظرة تانية. يعني مفيش حد زينا كده ما بيتعرضش مضايقات الى حد ما. بس هل قلت يعني بمنتهى الصراحه هل الثقافه دلوقتي في الشارع نقدر نقول ان هي اتغيرت الى حد ما؟ الناس ما بقاش عندها هذا يعني الاتيتيود او العنف. احنا فعلا كنا بنشوف تغيرات الناس، يعني كنا بنشوف تنمر في حاجات كتيره الاول خالص، لكن دلوقتي من ساعه ما اتشهرنا الحمد لله وجينا في المنتخب واللي بيجي في التمثيل وكده لقينا ان الوضع اتغير تاني خالص مع الناس. صح. يعني الناس في الاماكن العامه في الشوارع يعني بيبصوا لنا بطريقه تانية. وانا يعني كنت خايف برضه يعني بيجي بيرفع معنوياتنا. الاول كانوا بيخلونا بيهبطوا معنوياتنا، لكن دلوقتي بيجي بيرفع معنوياتنا. تشرفوا اي حد، ما تسمحوش لحد ان هو يقلل منكم اصلا ابدا. لا يعني مش مسموح. انا كنت خايف من الموضوع دوت في الاول وكنت بخاف اصلا اتجمع مع الفريق وكده من الناس، يعني انا لوحدي ما بيسوناش فعلنا. فلا رحت لقيت الموضوع لطيف جدا والناس في النادي حبانا. يعني لما بنروح نتمرن او نروح نلعب ماتش مع فريق بره بنلاقي الناس بتشجعنا وبتصورنا واللي يطلبوا مننا يطلبوا يتصوروا معانا. انا قبل الهوا قلت لك عايز اتصور معاكم قبل لينا صوره بقى. ان شاء الله. حلو جدا ودي حاجه تفرح واخبار حلوه ان الواحد يحس فعلا ان الثقافه اختلفت في البلد الى حد كبير، والتطور كمان مش بس على الارض لا كمان في العقول بتاعه البشر. ده مهم جدا عشان تواكب دوله متحضره اللي احنا دلوقتي بنبنيها. طيب انا عايز اسالكم على الجانب الشخصي كمان، انتوا مرتبطين؟ في حد فيكم هيرتبط؟ يعني خليني برضو اعرف. لسه ربنا يسهل. لا لسه ربنا يسهل. يعني في حد؟ لا هو مش حد لا مش ارتباط. لا مش ارتباط يعني. بس يعني ان احنا الواحد يعني بيفكر برضو في موضوع حد رياضي برضو. يعني هي برضو رياضيه ولا لا؟ دي باراده ربنا. دي باراده ربنا يعني على حسب سير ربنا. يا رب يرزقكم. طب وايوب؟ انا كان في موضوع من فتره كده بس ما كملش. راحت تصعد نصيبها. كانت برضو يعني في مجال التمثيل ولا في الرياضه؟ لا بس هي يعني هي دخلت في المدرسه وما كملتش. وكان في واحده بعدها بس النصيب اتكتب. واحده واحده بعدها. ايه القصه؟ يبقى لازم نجوزك بقى. طيب عايز اسالكم برضو هختم بالنقطه دي لانها مهمه، وهو الدعم الاسري. يعني برضو زي ما بيتقال كده الشخص برضو لوحده بيبقى محتاج دعم، والاساس الدعم بيكون اكيد من الدوله، ولكن الاصل برضو بيبدا من البيت. فانت كلمتنا ان والدك كان هو الداعم ليك الحقيقي، ولحد دلوقتي بقى العيله برضو والدتي على طول معايا وبتدعمني ويعني يعني على طول معايا على الخط. يعني لما بسافر وكده واتف في كره القدم بتديني بترفع معنوياتي وعايزاني يعني اكمل واكمل لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله بحاجه كبيره ان شاء الله. بس احنا نفسنا بحاجه واحده بس. فضل. ان احنا نفسنا يتعمل لنا الاشهار من اتحاد الكوره عشان نقدر نشارك في كاس العالم ونقدر نشارك في البطولات العالميه. طبعا لحد دلوقتي احنا ما اتعملناش الاشهار فمش هنقدر في بطولات، يعني في بطوله كاس عالم. هو المشكله واقفه على ايه يعني الموضوع؟ هو كان هيتعمل قبل في 2019 كده، بس الكورونا للاسف جت تعطلت الدنيا جدا. للاسف فعلا. كان هيتعمل اتحاد كوره لينا ودوري لينا بس احنا بقى نفسنا يعني خلاص الدنيا هديت دلوقتي فنفسنا يتعمل. يعني بيجي في كذا منتخب، يعني بيجي في كذا فريق وبتحققوا نتائج كمان كبيره. ف ان شاء الله الصوت يكون يعني يوصل لاي مسؤول بيتابع، لان انا متاكده ان البرنامج ده بيتابعه ناس كتير جدا والصوت بيوصل من خلاله. فباذن الله النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي فعلا باذن الله ما دي الحاجه الوحيده اللي بنتمناها، ان احنا عشان نقدر نشارك في البطولات اللي جايه. عندنا بطولات جايه كتير فنفسنا نشارك فيها ان شاء الله. الكباتن كل فتره بيجمعونا المنتخبات كلهم اللي موجودين، الفرق كلها اللي موجوده في مصر، في اسكندريه وفي في طنطا، فكل فتره بيجمعونا بيلعبونا مع بعض وبيعملوا لنا مسابقه وجوائز كتير يعني. حلو جدا. وانت برضو ايوب عايش مع اهلك مع اسرتك؟ الحمد لله عايش مع والدي ووالدتي واخواتي. هم الاول لما قلت لهم اخش موضوع التمثيل قعدوا يقولوا لي تمثيل ايه وبتاع ايه، فلما جم اتفرجوا عليا قالوا لي لا فنان بقى. مره واحده مسرح كمان.
حلو جدا. فجم اتفرجوا عليا لقوا الموضوع بجد وحلو، قالوا لي كمل بس مع دراستك طبعا ما تنساش دراستك. برافو. فلا في الحمد لله بيدعموني جامد يعني. ربنا يوفقكم. ومره تانية انا بقول لكم ما تخلوش ابدا حد يحسسكم ان انتوا اقل من حاجه، انتوا احسن ناس كتير. وكفايه الاصرار والرغبه اللي عندكم دي والتحديات الموجوده اللي ناس كتير جدا بدنيا يمكن سلام ولكن ما حققوش حاجه زي ما انتوا حققتوها. فربنا يوفقكم وكل اللي بتتمنوه يحصل ان شاء الله. الحمد لله في ناس بصراحه بتدعمنا جامد بصراحه يعني، كل اللي بيدعمنا بوجه له الشكر، بيحاولوا يدعمونا نفسيا قبل ما بيحاولوا يدعمونا في الحياه. فالحمد لله يعني ربنا رزقنا برضو بناس جميله الحمد لله. وان شاء الله يبقى ليكم لقاء تاني معانا ويبقى في كمان اخبار احلى باذن الله. شكرا ليك يا ايوب وكيمو سعودي بقى محمد سعودي كيمو مش هنشوف الموضوع ده برضو. هنروح فاصل سريع وهنرجع مع حضراتكم للفقره الاخيره. هينضم بقى لينا الاستاذ ايمن جلبرتو وكريم في هذه الفقره. شكرا.